بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية مصر للتنس الأرض تحييكم. هنتكلم النهارده عن حاجة مهمة جدا، احنا اتكلمنا عنها كتير بس هنخليها بطريقة أسهل أكتر، زي ما طلبت من بعض الأصدقاء بيقولوا إن احنا عايزين نعرف مسكة المضرب الصحيحة في المهارات، في المهارات ككل بقى. يعني مش هنتكلم عن مهارة الفورهاند أو مهارة الباكهاند أو الفولي، لا، نيجي نتكلم إزاي مسكة المضرب. المضرب ليه ماسكه صحيحه جدا، لان لو ماسكه المضرب ما كانتش صحيحه هي بتاثر وبتهيئ الاستقبال لكره اللاعب المنافس، كما انها بتقعد الاساس في تحديد مدى نجاح اللعبه. يعني عشان تنفذ اللعبه تكون صحيحه لازم يكون ضربه المضرب قويه وصحيحه. يعني احنا لقينا بسبب فشل اللاعب ولا سيما المبتدئ اي ضربه بيخسرها اللعيب يعني او يفقدها بره او تيجي في الشبكه من عدم مسكه المسكه الصحيحه، من عدم مسكه المضرب المسكه الصحيحه. فمسكة الجريب الصحيحة هي المسكة، مسكة المصافحة، مسكة الشيك هاند. مسكة الشيك هاند ديت مسكة مهمة جدا، اللي احنا بنقول عليها الستيرن جريب. الستيرن جريب هي المسكة المعروفة على مستوى العالم ومعظم اللعيبة بيلعبوا بيها وسهلة جدا. إذا مسكة المصافحة في الفور هاند سهلة، مسكة المصافحة بالنسبة للباك هاند برضه أيضا الإيدين ينضموا مع بعض ويقدروا إن هما الإيد اليسرى تبقى فوق والإيد اليمنى تبقى تحت. إذا مسكة المضرب عندما تكون صحيحة اللاعب لا يستطيع أن يخسر الكورة، وأثبتت الدراسات معظم اللعيبة اللي بيخسروا كورة أو يخسر اللعبة بالمعنى الأصح بيكون دليل على إن مسكة المضرب خاطئة. اذا معظم الخساره اللي بتيجي لدى اللعيب بيكون من خساره مسكه المضرب. اذا كانت مسكه المضرب صحيحه اللعبه بتطلع صحيحه وبتبقى في المكان اللي اللعيب عاوز يؤدي فيه اللعب. اذا لابد ان اللاعب يتحكم في مسكه المضرب بالطريقه الصحيحه، لان القبضه على المضرب اللي هي الفيس هي التي تحدد اتجاه الكوره. يعني ضربه مسكه المضرب الصحيحه تحدد لك الكوره الى اين والى فين رايحه. وبسببها ممكن مسكه المضرب هي قبضه المصافحه اللي احنا قلنا عليها الشيك هاند، وبنسميها المسكه الشرقيه للستيرنج جريب، واستخدمها اكثر من 90% من اللعيبه في العالم لانها بتبقى هي المسكه الصحيحه. والمسكه الصحيحه تمر باللاعب باقصى قوه ممكنه وبتاثر في داخل الملعب بضرب الكره على ارتفاع معين، ممكن متمكن للاعب ان يضع الكره كيفما يشاء من المسكه الصحيحه. كذلك في الباك هاند، وهنا وضع اليدين، اليد اليسرى اليد اليمنى تحت في المصافحه ملاصقه لليد اليسرى، وهنا المدرب له دور في تعديل المسك حتى تتمكن اللاعب من الضربه الصحيحه بسهوله ويسر، والضربه باليدين تكون الاثنين معا في الباك هاند. وفي الفولي مسكه المضرب ايضا، احنا بنتكلم كقاعده عامه على جميع المهارات، ان ما تكون المسكه صحيحه في الفولي برضه ايضا تؤدي القبضه بتاعت المضرب اللي هي الفيس تكون قبضه تمام في الفولي سي ام فور او باك، برضه لها دور في المسكة. عندما تضرب الكوره وتطلع خاطئه اذا المسكه كانت خاطئه. فاذا على اللعيب ان يتمكن من المسكه سي ام في السيرف سي ام في الباك هاند سي ام في الفور هاند، كل هذه المهارات في وقفه الريدي بوزيشن ايضا لها مسكه المضرب تكون صحيحه، برضه مسكه المصافحه واليد اليسرى فوق ومنحني الساق والحركه على مشط رجلي، اذا برضه دي وقفه، لان في وقفه الريدي بوزيشن من يستطيع اللاعب ان يتحرك للفور، يستطيع اللاعب ان يتحرك للباك، يستطيع اللاعب ان يتحرك للفولي، يستطيع اللاعب ان يتحرك للسماش، يتحرك يضرب اي كوره من وقفه الريدي بوزيشن عندما تكون صحيحه، اذا اللاعب يتمكن فيه. اذا نقدر نرجع تاني ونقول ان المسكه عندما تكون صحيحه تكون اللعبه صحيحه، عندما المسكه تكون معظم الخساره اللي تكون لدى اللعيب من مسكه المضرب. اذا مسكه المضرب اللي هي عندما تكون ممتازه وصحيحه وسهله تكون سهل على اللاعب ان يتمكن ويتحكم في كورته. والمقصود من المسكه اللي هي قبضه الفيس ان يتحكم اللاعب في المضرب تحكم سليم، اذا اللعبه هتكون سليمه، وخاصه المبتدئ عندما يتعلم المسكه صحيحه ينمو عليها ان تكون صحيحه باستمرار. شكرا، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.